علشان نعمل الوصفة دي عايزين قرفة شوية حلوين يعني، ومش محتاجين عجان لأن هي طرية خالص العجينة، فبنقدر نعملها على ايدينا. الخليط علشان نعملها عايزين كوبايتين دقيق، وعايزين 3/4 كوباية زيت، وكوباية سكر، وأربعة بيض، فانيلا، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، كوباية لبن، ربع كوباية قرفة، ومعلقة كبيرة كاكاو، وعايزين للوش سكر بودرة. طيب أول حاجة هنعملها، خلينا نحط البيض مع السكر، البيض مع السكر، وبعدين هنحط عليه، بس كله على الإيد يعني، مش مضطرين أبدا إن احنا نشغل العجانة. خلينا نجيب جلافز غير ده، ونجيب المضرب، ناخد مضرب عادي مش لازم ناخد التاني. هنخلط البيض ونحط معاه السكر، خلطنا البيض مع السكر، هنحط دلوقتي الزيت، ومن غير خفق كتير ولا حاجة، هي على طول بتشتغل على طول، مش محتاجة أبدا. هنحط دلوقتي الدقيق اللي عندنا يعني، كله مع بعضه مش مشكلة خالص. ادي الدقيق، وادي الفانيلا، وادي البيكنج باودر، وادي القهوة سريعة الذوبان، وكده أنا بس فاضل إن أنا أحط اللبن. طيب الوصفة دي علشان نعملها بنحتاج الفرن يكون شغال من تحت في أول طبقة، وبعدين بطفيه من تحت وبشغله من فوق في بقية الطبقات كلها. تمام، هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. خلينا نخلط ده كويس كده، اهو ابتدى يتلم زي ما انتم شايفين ده. تمام التمام. نحط بقى دلوقتي اللبن، وانا قلت لكم هي الخليط ده بتاع الكيكه دي نوعا ما مرق يعني طري. نقلب بالراحه، طبعا لو عايزين نعمله في العجان بنقدر نعمله يعني، بس قصدي هو يعني مش محتاج ان احنا لو العجان بتاعنا نضيف مش محتاج ان احنا نحط فيه العجينة دي، لانها بينفع تتعمل من غير عجان بمنتهى السهولة، وزي ما انتم شايفين هي خلصت خلاص. وكده كفاية جدا مع يعني، انا بس عايزة شوية يغطولي القاع واعلى سنة. ودلوقتي اهي طلعت الطبقة من الفرن زي ما انتم شايفين اهي مستوية ومية مية. اوكي، هناخدها وهنحط شوية من الخليط بتاع القرفة والكاكاو اللي عندنا، وهغطي تماما الطبقة اللي عندي دي. طفينا الفرن من تحت وهنولعه من فوق، هنولع الشواية وهنطفي اللي تحت، يعني احنا هنشتغل بس على الشواية. غطيت تماما الطبقة بالكاكاو وبالقرفة، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الخليط بتاعي ده، وتاني زي ما قلنا بنعير بكاب او باي حاجة، بحط شوية كده هنا، وببتدي احرك الصينية بحيث انها كل اللي احنا حطيناه ده يغطي كل القرفة، تتغطى كلها. فنعمل كده بس بالراحة علشان ما تقلبش معاكم من هنا، شايفين بس تلمس الاسطح بتاعت الجوانب بتاعت جوانب الكيكة، يبقى كده خلص عندنا الطبقة. هاخدها بقى زي ما اتفقنا نرجعها تاني على الفرن اللي متولع من فوق، بتقعد تقريبا 7 دقايق، جهزت جمدت نشفت، برجعها برش تاني قرفة
وبفضل اعمل كده لغايه ما الكميه اللي عندي كلها ما تخلص، وبعدين بنقدمها. وشكلها هيكون عامل ازاي دلوقتي هوريكم حالا شكلها بيبقى عامل ازاي. دي بتكون الكيكه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. هنجيب الطبق وممكن ترشوا عليها بال اي ستنسل عندكم، تقدروا ترشوا عليها برضو منه. خلينا نقطع حته عشان اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي.